السبيار. سبيار ما يعني هسه مو طاب الدارة حكومية؟ وين السبيار؟ هذا ينباع بيش بخمسة. وين السبيار؟ زين. هو شنو قيمة السبيار؟ ويم تكاتك هواي. يم تكاتك هواي. أقدر أفتح التك وين هو بالباب قاعد؟ ويطبق جوا. شنو ماخذ السبيار؟ أنا أقول له وين السبيار؟ يقول له والله ما أدري. كانت محجوزة هي. هي بيها السبيار محجوزة. من حجزت بيها كل غراض. هي بيها السبيار. أخذتها كل شيء ماكو. أخذتها السبيار ما موجود. وانا يم تكاتك اقدر افتح الصندوق مالي واجيب سبير واخليه بالتكتك بس ليش مال العالم لياك مثل حمزه بالمال ما ضل واسب من الرساله مو مالته هاي مالت الولد مال منو هاي مال الولد مالتك السلام عليكم شلونك حبيبي شلونك شلونك الله يسلمك الله يخليك انا طبعا متابع برنامجك وشايف برنامجك حياك بدول قلبك طيب عند الشور جمال الجقاير شبيها العصر هي منطقة يعني مو شارع رئيسي لو هاي رايح العالم وجاية بيها فجيت رحت للقهوة صديقي وانا امشي اكو بالسيارة يمشي وراي طبقت عليه دورتين مال المرور نزدوا عليه قال ثانويتك اعطيته ثانوية انا عندي ثانوية اعطيته ثانوية قال انت برون قلت له شلون انا برون وهذا بالسيارة وراي برون يلا حزه يقول لي لا هو يريد يطبق قلت له يلا انا هم اريد اطبق ايش قد وصل؟ ايش قد وصل؟ هذا الوصل اقرا ايش قد. ايش قد الوصل؟ 200,000؟ 200,000 بس ياخذ 100,000 وحجز 5 ايام ويذبها بالحسينيه. انا رجال ما متزوج عادي والله ما يخالف بس المتزوج والعائله شلون؟ والله انا عادي خليته 5 ايام عادي. هذا الحكي 21/4 يعني مش قبل شهر اليوم. يعني اليوم 25 يعني قبل اربع ايام حاجزك بيقول لك عكس السيارة هنا شارع الشورجة مال الجقايرة والسيارة الوية المغرب داخلة عكس السيارة وهم عكس السيارة ما حجزوا بالسيارة حجزوا التوك توك اي قال لي يريد يطبق يردون فلوس عمي يريد يطبق قال لي اردفتهم 200,000 دينار حتى 200 بس ياخذ 100 200,000 ياخذ 100 طبعا هذا بنفس اليوم 21/4 هو والتوك توك يدق من الصبح لليل يطلع 10,000 لا 20,000 لا مو عادي يدق من الصبح لليل هسه انا والله عادي ما متزوج بس قل المتزوج عند عائله شلون تخليها 5 ايام الا بالحسينيه وهناك من توصل للحسينيه هذا القاعد تكون كانه ما ادري وين طاب روح هذاك الجراج وين شوف التيك توك مالتك وين شمره شوف وين شمره الطب على الحسينيه تلقاها بس تكاتك كله زيرو اذا يفتحوا لهم ارقام خلي العالم تعيش هم خلين تكاتكم التيك توك مالتي قوة لقيتها تعرف شنو قوة لقيتها؟ مرقم انا مرقم لك اجازه وسنويه وترقيم كله انا مرقم اي بس اكو عالم خطيه عندها عوائل ليش هيك؟ هسه افتح الترقيم افتح الترقيم خلي العالم تروح ترقم تكاتك ب 7 ملايين و 8 ملايين بالحاجه بالقاطع بالحسينيه زين اجيت على السبير بس جيب التيك توك اللي جاي جيب بس جيبها اللي جاي جيبها اللي جاي التيك توك لا لا جيبها ادفعها جيبها جيبها ادفعها اللي جاي والله زين ذا تعلم هنا تعلم طبيت على القاطع زين قلت اريد التيك توك مالتي قال روح دورها وين تلقاها تلقاها اخذ تليفونك ياخذ جنسيتك شكو تيك توك حطيته في غرامه وطلع لي اياها باع الصندوق مالي السبيار سبيار مالي يعني هسه مو طاب الدارة حكومية وين السبيار؟ هذا ينباع بيش بخمسة وين السبيار؟ زين هو شنو قيمة السبيار؟ ويم تكاتك هواي يم تكاتك هواي اقدر افتح التك وين هو بالباب قاعد ويطبق جوا ماخذ السبيار انا اقول له وين السبيار يقول له والله ما ادري كانت محجوزه هي هي بيها السبيار محجوزه من حجزت بيها كل غراض هي بيها السبيار اخذتها كل شيء ماكو اخذتها السبيار ما موجود وانا يم تكاتك اقدر افتح الصندوق مالي واجيب السبيار واخليه بالتكتك بس ليش مال العالم اي استاذ انا شايف شنو بيع وشرى تعلم شلون تعلم والله بيع وشرى ما تكاتك تعلم بالحجز بيع وشرى هسه انا اليوم اذا احجز هاي التكتك من راح احجزها سبب او بدون سبب هذا شو راح يسوي يجي ابن عمه قال له ما عندي سبير قال له اعطيني 15 تعجبك السبير يا بايد له مضخم اعطيني 20 اجيب لك ارقى مضخم بيع وشرى هناك شلون جقاير تروح تشتري باكيت وتجي انا اللي دا اشوفه هسه مشاهدينا الكرام حديث الشارع هسه حاليا التكاتك اصحاب التكاتك هي شغلتين هاي رسالة إلى وزارة الداخلية وإلى إدارة المرور العامة والعلاقات العامة بإدارة المرور يا أما تلغون التكاتك يا أما ألغوها خلاص ألغوها خلاص يا التكاتك خلاص ألغوها صدروها بيعوها فلشوها احرقوها حتى يخلصون يومية زين وصل يقول لك أنا رحت أوكي رون سايد أجي أبو المرور قصله وصل ب 200,000 قال له ليش
قال لي ليش؟ كان يقول جاي رون سايد. قال لي زين السياره اللي وراي هم رون سايد. قال لي امو قاعد تطبق. قال لي انا ما اريد اطبق. المشكله هنا احنا ما انا ما اريد اعمم على كل رجال المرور، لا بالعكس اكو يعني نص طيبه والدوادم وخيرين وكل الاحترام لهم زين، لكن اكو واحد يعم على الكل. التكاتك افتحوا الترقيم مالتهم، افتحوا الترقيم